شي حاجز بيناتنا وبين البحر، ديما كنضروا كل عام كيوقع لنا نفس المشكل. و حتى بالنسبه لهادشي واخا دابا واخا كيضرب عندنا البحر ولا شي حاجه، ما كاينش الاصلاحات اللي يجيو دابا بحال هكا، كيبقى هادشي بحال هكا، ما كاينش شي واحد اخر اللي يجي الدوله ولا شي واحد شي مساعد شي جمعيه ولا شي حاجه اللي تقدر تحيد لنا الازمه. حنا اللي كنحيدوهم، الساكنه هي اللي كتعان، ماشي شي واحد يجي دابا بحال هكا الشانطير يبقى بحال هكا، تيجي شي الدراري الحومه بحال هكا هما اللي يجيو يحيدوا هاد الزبل. العام العام ضروري ما كيوصل حتى لهنا، باش تقول ما يوصل شيء ضروري يوصلوا الحر هنا. هاد الديور هادو مساكن كلهم هزوا، مش قال هذاك هزوا من الماء تيدخل الديور الماء حتى للداخل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.